من نيويورك ولاس فيغاس إلى باريس وصولاً إلى بيروت، ماذا يحمل وزير الخارجية في جعبته للبنان المقيم؟ هل خطر التوطين صار واقعاً؟ ما العمل؟ أية حوافز مالية للاغتراب؟ في الداخل ما العمل للسلسلة ومن أين التمويل؟ هل لبنان دخل أزمة العلاقات الرئاسية المتوترة؟ وماذا عن ملفات العلاقات مع سوريا والنازحين والتعيينات؟ الوزير جبران باسيل ضيف مارسيل غانم، الخميس 10:50 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.